النهارده محظوظين لان احنا في ضيافه ضيف لا يحتاج الى تعريف. هو الموسيقار الكبير هاني شنوده، صاحب البصمات والعلامات في تاريخ الموسيقى المصريه والعربيه. شخص قريب مننا كلنا، عزيز على قلوبنا جميعا. دايما ظهوره في اي حته بيبقى مصدر للبهجه والفرحه. بنستمد من طاقته الايجابيه الحقيقه، من مشروعاته الموسيقيه الفنيه اللي دايما بيبقى ليها ابعاد انسانيه، بنستمد منها طاقه وبهجه وفرحه وامل كمان في المستقبل. النهارده كمان احنا في مناسبه جميله جدا جدا، لانه ناس كتير كانت عايشه حاله النوستالجيا، وكانت مجرد ما بتسمع موسيقى فرقه المصريين بتنبسط جدا جدا جدا. وده كان واضح قوي في مسلسل حالة خاصة. أول لما الناس شافت وأعادت مرة أخرى سماع موسيقات فرقة المصريين وأغانيهم اللي عايشة في وجداننا وذكرياتنا جميلة بتنوعات جديدة وتوزيعات جديدة، كان ده مصدر إضافي لبهجتنا وسعادتنا ورغبتنا في إن احنا نشوف فرقة المصريين مرة تانية. والحقيقة إنه الفرقة راجعة مرة تانية، بس محتاجين نعرف كواليس الرجوع والفرق بقى ما بين فرقة المصريين في السبعينات وفرقة المصريين دلوقتي هيكون عامل ازاي. اسمحوا لي نرحب مع حضراتكم بالموسيقار الكبير العلامة هاني شنودة. اهلا بحضرتك، منورنا. كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة. احنا محظوظين انت معانا النهاردة والله. امال انا اقول ايه؟ لا لا والله، بمجرد ما بنشوفك بننبسط. الحمد لله. اقول لك مبروك على فرقة المصريين الجديدة ولا لسه فاضل رتوش؟ لا، هو بس في يعني شفت صغير كده. قولين فرقة المصريين زي ما انت شايف حضرتك. هتلاقي من الاول كده هاني الازهري. ايوه. وبعدين ممدوح قاسم. وبعدين انا. أيوة. وبعدين رمضة. وبعدين تحسين يلمز، وبعدين ليلو. خلي بال حضرتك، تحسين يلمز وممدوح قاسم تعيش انت، توفى ربنا يرحمه. اي فرقة لازم لها وقت معين وبعدين تتفك. طبعا. حتى البيتلز، حتى كله. اي ليه؟ في مسارات متعدده، اللي عايز يكمل تعليمه، واللي عايز يسافر بره، واللي عايز يشتغل لوحده، واللي عايز يتجوز. يعني دايما كده. فطبعا ايه؟ انا كنت عامل بشتغل مع ثلاثه مطربين اللي هم مسميهم مطرب المستقبل. هم بقى اللي هيأدوا تراث المصريين. ما هماش فرقة المصريين. ايوه. لان فرقة المصريين انا عايز احتفظ لها بالشكل ده والمكانة دي، ومحدش يقرب منها. حلو. لان هي تبقى كلاسيكس كده. لان دي جزء من تاريخ الاغنية في مصر. طبعا. لان دي اعتمدت حاجات ما كانتش موجودة. اللي هي العلوم الموسيقية. العلم. شفنا الجيتار بقى الالكتروني والحاجات دي، واللعب كله بتاع حضرتك. والتقدم. ايوه. انا بغير على بلدي. طبعا. محبش بلد تتقدم عننا، انا اتقدم عن اي بلد تانية. فده موضوع مهم جدا، لو كل واحد عمل كده مصر تبقى مش ام الدنيا، ام 60 دنيا كمان. طبعا. بس او مثلا ايه رايك في الصورة دي؟ ايوه. ايمان يونس. اه. انا تحسين يلمز الله يرحمه. اه. يحيى خليل. ياه. ممدوح قاسم. ده استاذ يحيى خليل فعلا. ياه. ده جميل. ده في البيت عندي. في البيت عند حضرتك. بنعمل بروفا سوا. طيب احنا لما شفنا في حاله خاصه، ويا ريت لو تسمعونا حته من حاله خاصه، الناس جالها خبل، يعني كله ايه ده؟ ايه ده؟ احنا عايزين تاني فرقه المصريين، احنا عايزين تاني فرقه المصريين. اولا كلمني عن كواليس فرقه او العوده بالتوزيعات الجديده، وهل هم اشتروا الاغاني الجديده والاغنيات القديمه حقها؟ وحضرتك طبعا قدمت فيها توليفه برضو جديده. على فكره الاغاني انا ما عملتش فيها اي حاجه. نهائي خالص. نهائي. ولا بنفس الكواليتي، بنفس كل حاجه، عشان تبقى عارف حضرتك ان احنا الكواليتي كانت حلوه. احنا كنا متقدمين قوي. بس ما حدش واخد باله. والله العظيم. واحدث حاجه احنا كنا شغال. انا روك بس متقدم قوي. المهم. في اغاني انا لعبتها مزيكا بس. لكن الاغاني اللي متغنيه اوقات اشوف ملامحك. ايمان يونس. سوري، منى عزيز.
الشارع حواديت إيمان يونس، ما فاتش ليه إيمان يونس بالتسجيل الأصلي بتاعها هي ما حدش عمل فيها. طب التسجيل الأصلي كان بالكواليتي الحلوة دي؟ اه طبعا. ده الناس حسينا إن احنا بنسمع حاجة جديدة خالص. ما هو لأن التقدم أنت كنت سابق زمنك يا أستاذ هاني. مش قوي يعني. لا قوي.